هيفاء وهبي ستشارك في موازين مقابل كاشي بلغ 80 مليون سنتيم. إليكم التفاصيل. برمجة النسخة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم تعززت بطلة من أشهر الفنانين العرب والأجانب، منهم من اعتاد المشاركة في التظاهرة على رأسهم الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي التي ضربت موعدا مع جمهورها يوم 24 يونيو المقبل في حفل بمنصة النهضة بالرباط. وكشفت مصادر خاصة أن الفنانة اللبنانية ستشارك في موازين مقابل كاشي بلغ 80 مليون سنتيم، وتعتبر من الضيوف العرب الأعلى أجرا في التظاهرة. وأوضحت المصادر أن هيفاء وهبي وضعت مجموعة من الشروط أمام منظمي التظاهرة مقابل مشاركتها في المهرجان، منها غنائها رفقة فرقتها الموسيقية التي ستحل معها بالمغرب. وأعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها اللقاء جمهورها في المغرب قائلة: سعيدة وكل فخر لقاء الجمهور المغربي الحبيب ضمن فعاليات أهم المهرجانات في الوطن العربي، مهرجان موازين العريق بمملكة المغرب، موعدنا يوم 24 يونيو على منصة النهضة في أمسية يدق لها قلبي لقاء الناس الذين اشتقت لهم من قلبي حماسا. للإشارة أن الدورة 19 لمهرجان موازين ستعرف حضور كل من الفنان المصري محمد رمضان، المغني اللبناني آدم، كارول السماحة، نجوى كرم، والمغنية العالمية نيكي ميناج، وغيرهم من الفنانين الذين سيعتلون منصات التظاهرة.